شكر خاص لكل الصحة وزارة الصحة وزارة التنمية وزارة الداخلية، أشهد بالله قاموا على أكمل وجه، ما فيش تقصير لا في نظافة ولا في علاج ولا بأكل ولا باهتمام بالمواطن كمواطن محجوز. ما حسناش إن إحنا تحت علاج أو تحت بند محجوزين لمرض خطير زي الكورونا. اليوم ستغادر دفعة جديدة من مراكز الحجر الصحي بعد قضائهم لمدة 21 يوم في إطار الإجراءات الوقائية. سيغادر 632 اليوم من عدة مراكز للحجر الصحي بعد قضائهم الفترة 21 يوم، وبعد أن أتمت وزارة الصحة الإجراءات الفحص والتأكد من سلامتهم بشكل تام. وبدأنا الآن من مركز مسقط جيزان النجار بخروج هذه الدفعة، وسيستمر على مدار اليوم خروج من قضوا هذه المدة، وبعد التأكد من إجراءات السلامة التامة والفحوصات من قبل وزارة الصحة. تم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لهم، واطمأننا على سلامتهم بحمد الله عز وجل، وسيعودوا إلى ذويهم وأحبائهم بصحة جيدة، وقد أعطوا الإرشادات والتعليمات المطلوبة لهم، وطلبنا منهم عدم الاختلاط وعدم التزاور خلال الأسبوع الأول، والحفاظ على النظافة الشخصية والحفاظ أيضا على النظافة العامة.